أنا عايز أقول لكم حاجة أنا حاسس إن الشارع بتاعنا ناقص رحمة إحنا لازم نعرف إن الشارع دوت زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيبين لنا إن إحنا بنخرج من المسجد الأصغر للمسجد الأكبر وجعلت لي الأرض مسجدا المسجد ده هيشهد علينا المكان ده هيشهد علينا الشارع ده هيشهد علينا ولذلك اللي بيميت الأذى عن الطريق ده بيكون من علامة الإيمان ليه من علامة الإيمان ليه شعب من شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق عشان اللي بيشيل الاذى من الطريق حاسس بنظر الله سبحانه وتعالى اليه عينه شايفه وبتراقب نظر مولاها سبحانه وتعالى تعالوا نقول حاجه مهمه جدا جدا في اللي احنا فيه ده الناس اه ليها حق انها تكون حذره عشان كمان الناس بتتعرض لمخاطر بس المخاطر دي علاجها ان الناس تسارع في الابلاغ عن الناس اللي بيوصلوا الخطر للناس مش حلها ان احنا نرمي بعض ونأذي بعض. أنا فرحت لما الناس ببساطة خالص شافوا إن في ناس بيترموا في الطريق وابتدوا يتجهوا إليهم ويساعدوهم عشان ينظفوهم ويلبسوهم. أنا حاسس إن احنا كده محتاجين إن احنا نسأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاج مننا إيه؟ فمثلاً نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال صلى الله عليه واله وسلم فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام اوعى تفهم استنى بس اوعى إيه تفهم ان رد السلام ده معناه ان لما حد يقول لك سلام عليكم تقول له عليكم السلام لا ان الطريق يبقى سالم ان الطريق يبقى امان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده كله حضره النبي امر بالمعروف يعني ايه لما يجي حد محتاج ان انت تساعده تساعده والنهي عن المنكر ان انت لما يجي حد يعنف حد ولا يجي حد يتحرش بحد تمنع ده لان ده نوع من انواع النهي عن المنكر بإنك تبلغ عنه، بإنك تقتاده إلى الشرطة عشان في نفس الوقت يتاخد حق المظلوم منه. وكمان حديث سيدنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. يعني إيه اللي حاصل؟ حاجة كده في الطريق اللي رايح وجاي يتأذي ويتعور ويتجرح فيها. ولذلك بيقول ان الرجل مر بغصن مر الرجل ده بايه بغصن وجده يؤذي المسلمين فيعمل ايه فقطعه فبيتقلب في الجنه يعني بيتنعم يا ساده احنا لابد ان احنا نركز شويتين تلاتة اذا كنا نريد مراد الله سبحانه وتعالى فتعالوا نتفق انا معاك ان انت تخاف ومعاك ان انت يبقى عندك حذر بس معاك كمان ان انت لازم تبقى شهم الناس اللي في الطريق بيحصل لهم حاجه وحشه قوي عارفين بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم ثلاث حاجات اللي قاعد في الطريق مش لاقي حد يساعده بيحس بالخذلان وبيحس بايه تاني؟ على فكره بيحس بعدم الانتماء هو مش منتمي للمكان اللي ما فيهوش بني ادمين بيبقوا حريصين عليه انا عارف ان في حاجات ممكن انت الخوف يبقى غالب فيها لكن واحده بتعدي الطريق واحده كبيره في السن بتشيل حاجات كثيرة. فين الخوف اللي هنا؟ أحنا لازم نرجع مرة تانية نرحم عشان نرحم والله لو رجعت الرحمة لشوارعنا هترجع الرحمة لبيوتنا ليه تصور واحد أنت رحمته وشلت عنه اللي كان مضايقه وكان بيوجعه هيروح البيت يبتسم في وش أولاده ويقول لهم الدنيا لسه فيها خير ويعلم أولاده الخير ويشكروا ويحمدوا ربنا اللي وزع الخير ده في قلوب الناس انت نفسك هترجع وتحس ان انت لسه بني ادم احنا لسه همنول لسه من ايام قليله حسينا ان احنا بني ادمين لما اجتمعنا كلنا بندعي عشان طفل ربنا ينجيه الناس اللي في قلوبهم اه والله انا يعني جيت واتكلمت عن الحلقه دي عشان الناس كلها ما هو ده كان أذى في الطريق والناس كلها اجتمعت عشان عشان هذا الطفل احنا عندنا مليون طفل وعندنا مليون بني ادم وعندنا ملايين الناس محتاجين نفس المساعده حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان المحبه هي اللي بتفتح المحبه والرحمه هي اللي بتفتح ابواب الحياه اللي احنا عايشينها على الحياه الطيبه لازم نعيش ونمشي وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعيش الحياه الطيبه اوعى إيه تخلوا خوفكم هو اللي بيسوقكم لازم شهمتكم وده جزء من رجولتكم هي اللي توصلكم الى ده احنا عايزين نزود المروءه ونزود الامان المجتمعي وده مش هيزيد غير لما الشارع يرجع له الرحمه مره تانيه